بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الصعب سهلا، بإذنك ورحمتك علينا يا أرحم الراحمين. احنا اليوم عندنا فصل جديد، الفصل السادس، خاص بإدارة وقت المشروع، التايم مانجمنت، بروجكت تايم مانجمنت. هذه من المواضيع الكثير مهمة، كثير حيوية، كثير حساسة، لأنه المشروع سبب نجاح رئيس المشروع إني أنا كمدير مشروع أو منسق للمشروع أو متابع لتفاصيل المشروع أو استشاري في المشروع بدي أتبع وقت الأنشطة اللي موجودة مقسمة داخل المشروع، وكل ما التزم بالخطة الموضوعة بالنسبة للبرنامج الزمني أو الجدول الزمني بكون أنا في الآخر ماشي بطريقة منتظمة ومخلص المشروع في الوقت المحدد. كثير من المشاريع بتلتزمش ببعض الوقت وبعض الأنشطة، وهذا بترتب عليه التسويف، انه في مراحل التاليه بيكون عندي اشكاليات في تسليم المشروع بالكامل، وممكن ادخل في شروط جزائيه، وممكن ادخل في عدم تكرار المشروع معي، لان انا خليت في موضوع الوقت. الوقت مهم جدا في اداره المشاريع، يعني الوقت والتكلفه والنطاق من اهم الامور المطلوبه ان اتبعها. النطاق هو اللي بيحدد لي بالضبط مجال عملي، وبالتالي الاشياء اللي بتدخل في صميم عملي بخليها، البعيد عن صميم عملي بحاول اني ابعد عنها، فبالتالي اني عشان اخفف الوقت وضياع الوقت. احنا اليوم عندنا موضوع إدارة الوقت، هنتكلم عنها على مجموعة من اللقاءات مقسمة على مجموعة من المراحل الخاصة بالمشروع والعمليات الخاصة بكل مرحلة من المراحل. احنا عندنا إدارة وقت المشروع. إدارة وقت المشروع من المواضيع اللي مهمة جدا، حتى البرامج التدريبية تقدم بالنسبة لإدارة الوقت. بعض المؤسسات كانت تتواصل معنا تقول لنا بدنا نعطي إدارة الوقت للموظفين، إدارة الوقت في المؤسسة، إدارة الوقت في المشروع، إدارة الوقت بالنسبة للفرع هذا أو العملية التشغيلية المطلوبة هنا. إدارة الوقت هي قصتها طويلة، مهم أنه يمكن نحكي قصة سريعة. كان في دراسة في منهج الإدارة العلمية، هذه الدراسة كانت ربطت الوقت بالأنشطة، وكان دراسة الحركة والزمن من الأمور المهمة. فريدريك تايلر كان من الفادر اوف ساينتفك مانجمنت، بدا في الفكره هذه في المصنع اللي كان بيشتغل فيه، وكان يحسب الازمنه اللي كانت موجوده ويربطها بالانشطه لكل يعني الازمنه يخصصها لكل نشاط من الانشطه، ويشوف العمال كيف كانوا يشتغلوا ويحاول يغير في الانشطه ويغير في بالتالي الازمنه، يختصر بعض الحركات ويختصر بعض الانشطه، بالتالي كانت تترتب معاه انه في عنده وفرات في الوقت. الوقت مهم كتير انه يكون في عندي كفاءة في استخدام الوقت، زائد التزام ما بين الانشطة وما بين الوقت طبقا للخطة الموضوع. احنا هنا هنتكلم على موضوع التخطيط وكيف عملية متابعة ادارة الوقت خلال فترة المشروع. نلاحظ انه بتكلم على انه اهم النقاط الرئيسية انا عندي بتكلم على الوقت والتكاليف بالتالي مرتبطة بالوقت، والنطاق هو الاساس اللي بيحدد لي الانشطة وبيحدد لي الوقت. الوقت فيه حاجتين، الانشطة والازمنة اللي بدي اياها. انا بقول لك من اسباب نجاح المشروع او فشل المشروع هي إدارة الوقت، يعني أنا بقول لك المدير هذا ناجح أو فاشل فقط لأنه التزم بالمواعيد في طبقا للأنشطة والجدول الزمني، لأنه بيصير متابعات من الستيك هولدرز أو أطراف ذوي العلاقة بيشوفوه ماشي طبقا للبرنامج الزمني ولا لا. حتى في احنا ممكن نستخدم مخطط جانت شارت اللي بوزع فيه الأزمنة ووزع فيه الأنشطة، وممكن نضيف عليه الأفراد، هذا ممكن نلاقيه من خلال برنامج مايكروسوفت بروجكت. ففي من المواضيع اليوم أو البرامج أو برنامج تاني اسمه بريمافيرا ممكن يساعدني في التعرف على إدارة الوقت وكيف إني أربط الأنشطة مع الوقت، وبالتالي أنا بصير عندي أدوات كمدير للمشروع، إنه عندي أدوات تساعدني في إني أتبع إدارة المشروع. إحنا دورنا إنه نعطي المواد العلمية والمبادئ والمفاهيم والطرق والأساليب والأدوات والمنهجية اللي ممكن يشتغل فيها مدير المشروع. مدير المشروع اللي في الميدان محتاج علم، والعلم كل ما بيكون موجود عنده كل ما بيساعده لأداء عمله بطريقة أفضل. هليتها احنا ضغوط خاصة بالنسبة لإدارة الوقت، الناس القائمين على المشروع زي ما حكينا هدول اللي بيتابعوني بحاولوا يعرفوا ايش الأنشطة والبرنامج تبع الزمني المرتبط فيها. احيانا بيجي مثلا وفد بيجي بكون معاه جدول صغير، هم بيلفوا يتفرجوا عنا في بعض الأنشطة او المشاريع في الجامعة او في بعض المؤسسات، بيكون معهم جدول زمني بيشوفوا لهم انتوا المفروض الشهر هذا عملتوا ورشتين عمل، انتوا عملتوا كم ورشة؟ عملنا ورشة واحدة، طب التاني ليش مش عاملينها؟ فبصير انه في عندي محاسبة، او العكس انه انا ماشي بالجدول الزمني، بقول له احنا برنامجنا الزمني انه مثلا في المباني الانشائية انه اليوم احنا نوصل نركب الشبابيك، طب احنا اليوم الحمد لله ركبنا شبابيك والتزمنا بالخطة الموضوعة اللي عندي موجودة على الجانت شارت. هنا احنا بنتلاقى مع المهندسين كإدارة أعمال أو كناس في مجال الاقتصاد أو التجارة أو العلوم الإدارية، نلتقي مع الإخوة في المهندسين في موضوع الجداول الزمنية في إدارة الوقت.
يعني الإخوة في المباني والإنشاءات والمهندسين سواء في المجال المدني أو حتى المعماري، إنه بحطوا جداول زمنية لمتابعة العمال. فإحنا شو بدنا نفهم جداول الزمنية هذه ونفهم الأنشطة الموجودة وإيش الالتزام فيها وإيش ممكن نشتغل عليها. يعني ممكن واحد يكون إدارة أعمال أو دارس إدارة مشاريع بأي تخصص كان، وبيقدر يجي يتبع الجانت شارت ويفهم إيش اللي موجود، يفهم حتى المهندسين كيف بيشتغلوا أو المقاولين كيف بيشتغلوا أو المكاتب الهندسية كيف بتفكر. هل إحنا في عنا بس نعالج على شغلة بسيطة، إنه الدين سبحان الله موضوع الوقت مقسمه في حياتنا بشكل كبير كتير. يعني حتلاقي في عنا الصلاة إلها أوقات محددة والصيام في أوقات محددة، حتى الحج رب العالمين حطوا والصدقات إلها أوقات يعني حتلاقي في واجبات الدينية ملتزمة بالوقت. يعني الوقت عنا في الدين له أهمية خاصة، ما بالك يعني رب العالمين بيعلمنا الأوقات وكيف إدارتنا للأوقات. فإشارك هذا العلاقة مرتبطة كثير حتى بإدارة المشاريع. بس في المقابل حتلاقي أنه في بعض الناس بتلجأ إلى بعض الكلمات أو بعض العبارات أنه تحاول تنجد لنفس أعذار موضوع إدارة الوقت، إن الله مع الصابرين، يعني أصبر طول روحك. بس في نفس الوقت أنا بديش ألتزم بالمشروع، فبحاول أوجدها حجة أنه أنا ما التزمتش بالمشروع أو أتمهل. إحنا نقول أنه الوقت مش مطلوب مني أني أسرع، مش مطلوب منه أنه نجازف، مش مطلوب منه ناخد قرارات في أوقات صعبة، بالعكس التمهل كويس. بس هي الفكرة أنه الوقت اللي إحنا حطناه التزمنا فيه مهم أنه حاول ننجز الأنشطة من خلاله، وبلاش الأعذار. يعني الأوقات في لها التزامات، يمكن أنا بحكي على الأوقات وأنا أحيانا بتأخر يعني مثلا 5 دقائق على المحاضرة أو 7 أو 10 أو 3 دقائق، فبصير في كلام حابب يجتهد الواحد لأنه بيكون عنده جدوله، بيكون عنده فيه كذا نشاط أو كذا التزام، فبيحاول الواحد يلتزم بالوقت على قدر ما بيكون إن شاء الله. هليتا إحنا مهم كتير نعرج على المحاضرة اللقاء هذا الافتتاحي اللي هو بيتكلم على إدارة الوقت، نربطه بالسلايد اللي تكلمنا عليها رقم 41 اللي كل مرة بنرجع لها، هذه فيها الجدول الرئيسي. بنتكلم على Project Time Management، هنا Project Time Management اللي احنا فيه حنتكلم على مرحلتين البلانينج والكنترولينج. يعني كنترولينج لاحظ انه إدارة الوقت موجودة كلها في موضوع البلانينج، يعني بلان سكجول مانجمنت اليوم بدنا ناخذها ان شاء الله تبع من خلال المحاضرات اللقاءات، اللي هي تخطيط جدول المشروع، وحنتكلم ديفاين اكتيفيتيز، نتعرف على الاكتيفيتيز ايش هي الانشطه اللي بنشتغل عليها، وبالتالي بدنا نشوف ترتيب الانشطه هذه كيف شكله. والمرحله اللي بعدها بدنا نحط استميت اكتيفيتي ريسورسز، نحط الريسورسز المطلوبه للاكتيفيتيز هذه، واهم ريسورس موجوده الازمنه المطلوبه لكل وقت لكل نشاط من الانشطه. بعد استميت اكتيفيتي ديوريشن، الريسورسز والديوريشن هذول زي ما حكينا مهمين جدا. وبعدين الحاجه الاخيره ديفلوب سكجول، السكجول اللي حيربط فيها الانشطه مع الازمنه ونعمل جدول زمني. هذا السكجول هذا السكجول يعني مثلا زي جانت شارت، هذا حنتكلم عنه شويه برضه تفصيل. هيتكلم عن ايش الجدول اللي انا بشتغل عليه اللي فيه الانشطه والازمنه، وبحطه خريطه عندي تحت ازاز المكتب او الحيطه ورايا او عندي على الجهاز، او ممكن احطها مطبوعه في ايديا دائما، او احطها في الجزنامه تاعتي اوزعها على الجدول الزمني اللي هو خلال اسابيع او اشهر. هنشوف بعض الادوات والاليات البسيطه اللي بنستخدمها اليوم في موضوع اداره الوقت. يبقى عندنا في 6 في البلانينج، وحيكون واحده بس موجوده في في المونيتورينج والكنترولينج اللي هي كنترول سكجول. ان نتاكد السكجول اللي شيل عليه هنا تمام، اللي نفذناه وعملناه وتعبنا فيه، انه احنا من الاخر بدنا ناخذ السكجول هذا صار جاهز انه نشتغل عليه. يبقى عندي الكنترول سكجول مع الديفلوب سكجول، هذول مهمين كتير اني انا بتعب معهم وبطبق. يعني هذه البلانينج هي اللي بستخدمها بعدين في المونيتورينج والكنترولينج. ورجع الموضوع اداره الوقت، هذه فتحه خير علينا وهدايه من رب العالمين. الانسان ما هو الا ايام، والايام ما هي الا ساعات، والساعات ما هي الا دقائق. انت احسن استغلال دقائقك، الدقائق اللي بتمر فيها حياتك والايام اللي موجوده في حياتك، بحيث انه تسعد ان شاء الله في اخر اليوم تحس انك انت عملت بعض الانجازات. كويس لو تحط عندك أهداف أنه اليوم إن شاء الله تعالى عندي 1 2 3 4 من الأهداف، وحاول أنجز الأهداف هذه خلال الوقت الزمني المتاح لإلنا، بحيث أنه الواحد يحس أنه بروعة الإنجاز والإثبات يعني الأعمال. شكرا لحضراتكم ويعطيكم العافية.